طبعا كلنا متعودين نسقعها، يعني هنعمل يا اما صينيه مسقعه في الفرن يا اما مسقعه في الحله. هي بتبقى ايه، صلصه طماطم بقى وبتنجان وفلفل والكلام ده كله. فيديو ده خالص احنا هنعمل مع بعض مسقعه بس بطريقه مختلفه شويه. هنعمل برضو في نفس الحله بس هنحط بقى معاها الرز، هنعمل حله مسقعه بالرز. بجد يا جماعه طعمها وهم، انا لما جربتها اكتشفت اللي هي بجد في منتهى اللذاذه، لازم تجربوها. تعالوا اقول لكم بقى تكايه كده نعملها قبل ما نبتدي اي حاجه علشان البتنجان ما يشربش معاكي زيت. البتنجان بقى عشان ما يشربش معاكي زيت نعمل ايه، انا هنا نقعاه في ميه وملح. ميه طبعا تستغربوا ازاي احنا بنحط ملح بس ونسيبه هو ينزل ميته، لا حطي فيه شويه ميه كده وملح وقطعيه وسيبيه لمده 10 دقائق ربع ساعه. بعد كده هنهرسه خالص، هنصفيه يعني مش نهرسه، هنصفيه ونعصره كويس قوي من الميه، يبقى عامل معاكي بصي اللي هو ايه زي السفنجه كده. بصوا يبقى عامل معاكي زي السفنجه. بصوا بقى هنا طلعه كده اعصريه كويس قوي عشان ايه لما نيجي ننزله في الزيت ما يبهدلناش الشكل ده كده. كده هناخده هيله بيله نروح حاطينه في الزيت على طول. هننزل بقى بالبتنجان زي ما قلت لكم، نصفيه كويس عشان ايه ما يفرش معانا في الميه. طبعا مع الزيت هتلاقيه فار معاكي. ممكن تحطيهم في مصفى يتصفوا شويه من الميه حاجه بسيطه، وبعد كده تروحي نازله بقى بالبتنجان كله في الزيت. طبعا البتنجان احنا سايبينه يتحمر براحته، ففي الخطوه دي بقى عشان ننجز بقى ونخلص الغدا بسرعه هنجيب حله تانية نحط فيها شويه زيت. هنزل بقى بمعلقه توم كبيره كده، هنشوحها لحد ما ريحه التومه تطلع. بعد كده هنزل بفلفل رومي مقطعه مكعبات، عندك فلفل حامي حراق حطي لو بتحب الحاجه تبقى سبايسي، بس خلي بالك احنا هنحط فيها رز فيبقى كل حاجه بقى ايه حراقه يعني. هحط كمان طماطم مقطعه برضو مكعبات يعني اتنين كده ولا حاجه. هحط بقى هنا شويه سكر لاني هحط معلقه من صوص الطماطم، وهنحط كمان شويه كمون وملح وفلفل اسود. حط فلفل اسود، حط الملح. ولازم تجربوها يا جماعه المسقعه دي طعمها خطير. الرز كده معاها حلو قوي. احط هنا مكعب مرقه دجاج اختياري، طبعا مش حباه ما تحطهوش لان في ناس بتعترض عليها مش حابه المرقه ما تحطهاش. قلب بقى الحاجات دي مع بعض كويس كده تتشوح، تشم بس ريحه الثوم مع التوابل كده تطلع كده معاكي تشميها. وبعد كده هنروح نازلين بايه بقى، بصوص الطماطم. هنزل بقى بعصير طماطم وهحط كده يا معلقه خل، مش كتير يعني معلقه صغيره بس، او ممكن عصير ليمون يعني هي نص ليمونه، ليمونه صغيره كمان. هنسيبهم بقى ايه الطماطم والحاجات دي كلها كده تتسبك شويه مع بعضيهم كده، وبعد كده نرجع نشوف البتنجان كمان اتحمر ولا لسه. بصوا بقى كده البتنجان لونه حلو قوي. هبصوا بقى ولا شرب زيت ولا اي حاجه، الزيت بتاعنا زي ما هو يعني، ممكن يشرب حاجه بسيطه قوي مش اللي هو زيت كتير. جربوا يا جماعه بجد الطريقه بتاعت البتنجان، ان انتوا تنقعوه في ميه بملح قبل ما تقلوه. اي حاجه بقى هتعملوها بالبتنجان اعملوها بالطريقه دي، بجد ما بيشربش زيت كتير. هو اي بتنجان هيشرب بس مش بكميه زيت كتيره زي البتنجان عادي احنا متعودين عليه. الصلصه بتاعتنا كمان بصوا اتسبكت كده، ننزل بقى عليها بالبتنجان. كتروا بقى الكميه زي ما انتوا حابين، اعملوا بقى حله كبيره اعملوها وسط، بس بجد اكله جميله لازم تجربوا المسقعه بالرز دي لانها خطيره. هنزل كمان هنا معايا كوبايه رز، تمام يعني على الكميه بتاعتنا دي انا حاطه كوبايه رز. نقلبها كده مع بعض، بعد كده هنسقيه بقى بشويه ميه، ما تكتريش عشان اوريدي الصلصه فيها ميه يعني، احنا هنحط شويه كده صغيرين وهنسيبه بقى ايه يستوي. بعد ما يستوي يتشرب شويه، لو عايز شويه ميه تاني حطي، بس انا هحط شويه كمان بس كده. هنغطيه بقى ونسيبه يستوي براحته على نار هاديه. بصوا بقى كده هنا بعد الرز ما خلص معانا ريحته تجنن، وتعالوا نغرفه مع بعض بقى وتشوفوا شكله عامل ازاي. يلا بينا شوفوا بقى احلى مسقعه عملناها بالرز
رهيبة رهيبة يا جماعة، شايفين المنظر والشكل؟ لو اقدر اشممكم الريحة هشممها لكم. نزود بقى ايه الشياكة، حتة بقدونس كده بجد تحفة تحفة في منتهى اللذاذة يا جماعة. طعمه حلو قوي، ريحته حلوة، كله في حلة واحدة كده. واعملوا الطريقة بتاعت البتنجان اللي قلتلكوا عليها علشان ما يشربش معاكم زيت خالص. ان شاء الله الوصفة بتاعت النهاردة هتعجبكم، جربوها وقولي رأيكم. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.